رحلة بلغاريا أو رحلة الورد هذه طبعا استفدنا منها استفادة كبيرة، والاستفادة لو جينا نحددها حتكون على ثلاثة محاور. أول شيء طبعا الانفتاح على صناعة الورد ومعرفة التقنيات الجديدة اللي موجودة في عالم صناعة الورد، الفرص الاستثمارية اللي ممكن تكون بين في صناعة الورد بين بلغاريا والمملكة استفدنا منها شيء عظيم، التقنيات اللي ممكن نضيفها على صناعة الورد في المملكة، والآلية العمل والأجهزة وطريقة العمل، هذه من أكبر الاستفادات اللي كانت موجودة. وأخيرا طبعا معرفة المجموعة اللي كانت موجودة معنا وتوثيق الروابط بين صناع الورد في المملكة. زرنا أكثر من مصنع ولله الحمد، وزرنا أكثر من مزرعة واستفدنا الحاجات الكثيرة. طرق التكرير أو استخراج زيت الورد بالنسبة للمصانع مختلفة عن ما هو عندنا، اللي عندنا بداية جدا ومن يمكن من 40-30 سنة كانت الطريقة هذه تستخدم في بلغاريا. الآن عندهم طرق على استخراج الورد يمر بثلاث مراحل، كل معاملهم اللي لاحظته أنا كل معاملهم على البخار. بالنسبة للمزارع زرنا الحمد لله كذا مزرعة، الورد نفس الوردة الدمشقية الموجودة في الطائفة عندهم. الزيارة هذه كانت مفيدة وجدا الصراحة، استفدنا الكثير واتسع أفقنا الحاجات كثيرة، يعني بالنسبة لدرجة الحرارة أثناء الغلي، أثناء التبخير، فصل الزيت على ثلاث مراحل استخراج الزيت. وبالنسبة للمزارع أيضا مع أنهم يعانون أيضا من الأيدي العاملة، ولقد استفدنا من هذه الزيارة في معرفة طرق التصنيع والحديثة، ونرغب في نقل هذه الخبرات إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك الطرق الزراعية الحديثة وطرق التسويق. استفدنا من زيارة بلغاريا أولا الوقوف على مزارع الورد البلغاري ومعرفة طرق زراعة شتلات الورد، إضافة إلى الوقوف على مصانع الورد تصنيع زيت الورد البلغاري ورؤية التكنولوجيا التي وصل لها هذا البلد والتي نامل نقلها إن شاء الله للمملكة العربية السعودية. وقفنا على مصانع إنتاج المنتجات التحويلية التي يدخل في صناعتها الورد كالتجميل وخلافه، تم الاستفادة من خبرات معهد زراعة الورد البلغاري وحظينا بكثير من المعلومات. في الحقيقة هي زيارة جمهورية بلغاريا تعتبر زيارة مفيدة، وشاهدنا فيها عمليات زراعة الورد من الحفور وإلى المصانع وزراعة المصانع، كيفية إنتاج زيوت الورد ومنتجات الورد بشكل عام، وتعتبر هي تجربة ناجحة جدا ومفيدة، واستفدنا منها شيء كثير واستفدنا من زرع الورد. لمشاهدة مصانع ومزارع الورد في بلغاريا لديهم تكنولوجيا أعلى وتحتاج إلى تكاليف أكثر وتحتاج إلى دعم من وزارة الزراعة، عندنا حتى نصبح منتجين على الطريقة الحديثة بدلا من الطرق التقليدية القديمة الموجودة الآن عندنا. وقد استفدنا منهم في جميع النواحي الزراعية والصناعية والاقتصادية التسويقية، حيث قمنا بعض المزارع التي متوفرة لديهم وأيضا المصانع والمعاهد المتخصصة في مجال الورد، أخذنا منهم كثير من المعلومات والخبرات، حيث نعمل الآن على نقلها إلى المملكة العربية السعودية والتي ستكون إن شاء الله رائدة في هذا المجال والمتقدمة والمبتكرة في المستقبل القريب بحول الله.